وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، لازلنا وإياكم نتذاكر ونتدارس مع معاني البسملة ومواضعها ومواطنها التي تذكر فيها. بالأمس ذكرنا بعض المواضع للتكرار وللمدارسة، لأن الشيء إذا تكرر تقرر، والعلم هو الوحيد الذي كلما أعطيت منه زاد، كل الأشياء الذي إذا أعطيت منها تنقص، العلم إذا أعطيت منه يزاد. ذكرنا بالأمس أمور منها البسملة عند كل أمر ذي بال أي ذي شأن، وذكرنا البسملة عند الذبح، الذبح لله سبحانه وتعالى، وذكرنا البسملة عند الشروع في الصلاة لقراءة الفاتحة، وذكرنا البسملة عند الدخول إلى البيت والخروج منه، وذكرنا البسملة عند الدخول إلى المسجد والخروج منه. اليوم نضيف ماذا يمكن أن نضيف اليوم؟ البسملة عند الجماع. الله أكبر. كل إناء بما فيه ينضح. خليتي هي الأخيرة، شيبوا الختام ومسك. المشكلة إذا ختمنا بالحنظري في الأخير ما البسملة نسايره، ما في مشكلة نسايره. البسملة عز الله أن يكون هذا الفتح فتح بركة إن شاء الله على العزة المتزوجون المتزوجين. قلنا البسملة، لست أنا من قال، أخونا قال البسملة عند الجماع. السؤال، البسملة عند الجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله أراد أن يبشر أهله فليقل بسم الله، اللهم جني من الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام: فإذا حصل بينهما مولود لن يضره شيطان أبدا، لن يضره شيطان أبدا. إذن في قولك للبسملة أثناء الجماع فيها استعانة على طلب الإعانة على هذه العملية، وفيها كذلك طلب البركة من الله عز وجل، وفيها كذلك طلب التحصين من الله سبحانه وتعالى لهذه الذرية التي ستأتي بناء على هذه العملية. وقد أشرنا في بعض دروسنا إلى أن كثير من الأمراض وكثير من المشاكل والمصائب التي تصيب الأطفال الصغار، كل ذلك جراء البعد عن الهدي النبوي وعدم العمل بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، مما له اتصال بالزواج، ومما له اتصال بالعقيقة، ومما له اتصال يعني بالأبناء. حتى تلك الأضحية التي تضحيها عن ولدك هي في أصلها منفعة له، تحسين له، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مولود مرتهن بعقيقتي حتى يعق عنه، كل مولود مرتهن بعقيقتي حتى يعق عنه. قيل معنى قوله صلى الله عليه وسلم مرتهن أي معلق، كل مولود معلق بعقيقتي حتى تذبح عنه هذه عقيقة، وقيل معلق بأن عمله لا يقبل، وقيل معلق أنه لا يشفع في والديه، قيل في ذلك أمور وكلام كثير. لكن خلاصة الكلام أنه يجب عليك أن تمتثل وأن تكون على هدي وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمرك، لأن كل الأشياء التي يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فيه خير لنا، وفيه خير لما أوصى به كذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما ذكرنا في الدروس السابقة بأن أم مريم لما قالت هذه المسألة الاستعاذة أو الاستعانة، طلبت من الله عز وجل أن يحفظها ويحفظ ولدها وذريتها، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. عندما تقول هذه الأذكار، يجيبك الله عز وجل: فتقبلها ربها بقبول حسن، وأنبتها نباتا حسن، وكفلها زكريا. إذن المولود يحصن ويحفظ من قبل الله عز وجل، لكن لا بد لك أن تأتي بهذه الضريبة وبهذه الخلصة حتى يجازيك الله عز وجل، لأن لكل شيء ثمن، لكل شيء ثمن. تريد الجنة؟ للجنة ثمن. تريد الحور العين؟ للحور العين ثمن. تريد الفردوس الأعلى؟ للفردوس الأعلى ثمن. فكل شيء في هذه الدنيا له ثمن، وثمن تحصين الأبناء، وقاية الأبناء، وحفظ الأبناء،
هذه التعاليم النبوية التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم التي غفل عنها كثير من الناس، وبعد ذلك يشتكون، ابني لا ينام الليل كله، ابني يصرخ النهار كله، ابني يكسر الأشياء، ابني يفعل، ابني فيشتكي من الأشياء، وهو السبب في ذلك لأنه لم يحصن ولده بمثل هذه الأذكار. إذن المسألة التي استفتحنا بها اليوم الكلام وهي البسملة عند الجماع، ثم نضيف بعد ذلك ماذا؟ عند الوضوء ذكرنا بالأمس، ذكرنا عند الوضوء، ذكرنا الوضوء أم لم نذكر بالأمس؟ ذكرنا بالأمس الوضوء، يعني عند الوضوء عند الدخول إلى الخلاء، لم نذكر الوضوء ولكن ذكرنا دخول الخلاء. مهم عند الوضوء وعند دخولك للخلاء تقول بسم الله اللهم جنبنا الشيء، بسم الله غفرانك، قول بسم الله غفرانك. وعند الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وقلنا أن هذا الحديث قيل فيه كلام من أهل العلم أنه غير صحيح، لكن معنى التسمية أنها صحيحة عند شروعك في الوضوء، لأن الوضوء أمر ذو شأن وذو بال، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على جميع أحواله، وخصوصا عملية الوضوء التي عملية تعبدية شرعية مسنونة مأمور بها، فما دام أن مشروعة مرغوب فيها مأمور بها فلا بد أن يسمى الله عز وجل في بدايتها، فتسمي الله عز وجل عند بدايتك الوضوء، تنتهي تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتفتح لك أبواب السماء أبواب الجنة أبواب السماء، فيقال بأن الدعاء يستجاب في هذا الموطن، عندما تدعو الله يستجيب الله عز وجل لك الدعاء. فبعد الانتهاء من الوضوء إذا دعوت الله بهذا الدعاء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، يستجيب الله عز وجل لك الدعاء، لأن أبواب السماء تفتح في هذه اللحظة، وهذا من بين المواضع والمواطن التي تستجاب فيها كذلك الدعوة. ثم نضيف كذلك عند الغسل وهو الوضوء نفسه، الوضوء والغسل شيء واحد، الوضوء والغسل شيء واحد. عند النوم وعند الاستيقاظ من النوم ذكرنا بالأمس، عند النوم وعند الاستيقاظ من النوم تقول بسم الله بسمك اللهم أموت وأحيا، اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ضريحي إليك إلى آخره، ثم عند الاستيقاظ تقول كذلك بسم الله الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذني بكيه. انظر الآن الشيء إذا تكرر يتقرر في الأذهان، فنضيف كذلك ماذا؟ دخول المسجد، ذكرنا دخول المسجد. الطواف هو صلاة، الطواف النبي صلى الله عليه وسلم جعل الطواف صلاة، جعل الطواف في عند البيت طواف القدوم جعله صلاة كركعة كأنه ركعتين، فطوافك طواف القدوم عند إتيانك لبيت الله عز وجل الحرام هذا الطواف يسمى صلاة، والصلاة تشرع فيها البسملة كسائر العبادة الأخرى. نعم، عند قراءتك للقرآن كذلك ذكرنا التسمية عند قراءتك للقرآن. هنا نضيف في مسألة قراءتك للقرآن، قلنا بأن البسملة جاءت للفصل بين السورتين، وهي آية من سورة الفاتحة على قول الإمام الشافعي، وهي آية من سورة النمل، وبين براءة والتوبة ليس بينهما بسملة. تبقى مسألة، هو الإنسان إذا أراد أن يقرأ وسط السورة وليس من بداية السورة، أراد الآن أن يقرأ حزب من وسط السورة، نعم يشرع له كذلك البسملة، أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ليس معنى أن آية الكرسي أصبحت الآن سورة، وإنما تبركا أنت تسمي الله عز وجل هنا تبركا وطلب الإعانة من الله عز وجل أن يعينك، طلب من الله عز وجل أن يعينك. إذا توقفت عن الكلام، كنت تقرأ توقفت عن القراءة وأردت أن تستأنف القراءة مرة أخرى، نقول إذا كان توقفك هذا مما له اتصال بالعبادة فيكفيك تكفيك بسملة واحدة واستعادة واحدة، إذا كان توقفك هذا مما ليس له اتصال بالقرآن، مثلا أنت تقرأ القرآن فجاء أحد فتكلم معك كلام مادي دنيوي، ثم أردت الرجوع إلى القراءة، فيشرع في حقك الاستعادة والبسملة من جديد، لأنك فصلت القرآن بشيء ليس منه. أما إذا فصلته بشيء منه كأن ترد على أحد السلام، دخل أحد فسلم عليك وأنت تقرأ القرآن فأجبت عليه وردت عليه السلام،
أو عطس فحمد الله فشمته فدعا لك، أو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فصليت على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فمثل هذه الأشياء، أو سألك عن مسألة دينية فأجبته سؤالا دينيا وفصلت القراءة. هنا يقال بأنه لا يشرع في حقك الإتيان بالاستعادة والبسملة مرة أخرى، لأنك لم تخرج عن نطاق الذكر، لأنك لم تخرج عن نطاق الذكر، فلا يشرع في حقك إعادة الاستعادة وإعادة البسملة مرة أخرى، لأنك في عبادة متصلة كمسألة النية، مسألة النية في الصيام. إذا نويت الصيام صيام 30 يوما في أول رمضان تكفيك عن الباقي، لا أول يوم رمضان تنوي أن تصوم 30 يوما متصلة فهذه عبادة متصلة، ولو أنك فصلتها بأكل وشرب وبجماع في الليل وبلعب وكذا، لكن كفتك نية واحدة في بداية رمضان. لماذا؟ لأن رمضان كله عبادة واحدة متصلة، بخلاف لو حددت نفسك بالليل، أنت نويت الصيام بالليل أول يوم من رمضان وصمت 10 أيام، وحددت نفسك أنك سوف تسافر مثلا إلى البلد الفلاني وأنت مسافر يشرع في حقك الفطر، فحددت نفسك أنك ستفطر غدا لأنك سوف تسافر، فغدا لم تسافر، لما جاء أصبح الصباح ما سافرت. فهنا نقول لك بأنه يفرض ويجب عليك أن تأتي بنية جديدة من أول يوم، كأن لماذا؟ لأنك فصلت النية الأولى عن النية الثانية وقطعت هذه العبادة، فصلت هذه العبادة عن بعضها البعض، ففي هذا الحال تأتي بنية جديدة. فكذلك بالنسبة لقراءتك للقرآن، أن عندما تقرأ القرآن وتفصل القرآن بشيء منه داخل العبادة داخل الذكر، فلا يشعر في حقك الإتيان باستعادة وبسمة جديدة، لكن إن قطعته بشيء غير متصل به، فكما أنك تقطع رمضان فكذلك إذا قطعت القرآن بشيء غير متصل به فيشعر في حقك الاستعادة والبسمة كذلك من جديد. ثم نضيف كذلك ماذا؟ عند الأكل. عند الأكل، أدام ذكر الأكل سبقك بها عكاشة، عند الأكل وعند الشرب، عند الأكل وعند الشرب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وقد علل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي لا يذكر اسم الله في أكل ولا في شرب إنما يأكل معه الشيطان، وكذلك الذي يأكل باليسرى ويشرب باليسرى يأكل معه كذلك الشيطان. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يأكل باليسرى فقال له قئ فإنه أكل معك الشيطان، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقيأ. انظر إلى المبالغة في الزجر والمبالغة في الإنكار على هذا الرجل الذي أكل بشماله وشرب بشماله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم قئ أي تقيأ هذا الأكل الذي أكلته باليسرى، لأنك لن تستفيد منه وسيكون عونا للشيطان عليك، سوف تعين بالشيطان وتغذي بالشيطان فيتقوى عليك الشيطان، كالذي له عداوة مع بلد معين ثم يمده بالسلاح ويقول فلان عدو لي وأنت تمده بالسلاح لكي يتغلب عليك، هذا خبل، هبل في العقل. فكذلك أنت مع إبليس، الله عز وجل يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا، فهو عدوك ويجب أن تحتاط منه وأن تتخذ منه الحذر والحيطان ثم أنت تمده بالسلاح فيتقوى ويتغلب عليك. فلهذا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نأكل باليمين بالشمال وأن نشرب كذلك بالشمال. وقد رأى كذلك مرة النبي صلى الله عليه وسلم رجل يأكل بالشمال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، فقال هذا الرجل قال له ما استطعت، قال له لا أستطيع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت دعاء عليه. قال الراوي فما منعه إلا الكبر، قال فوالله ما رفعها إلى فيه، أراد أن يأكل هذه اللقمة فما استطاع أن يرفعها، وهذا هو المعنى الذي ذكرناه في البسملة. هاي اللقمة في يدك، يلا تفضل كلها، لن تستطيع. قال والله يقسم والله ما رفع شلت يده، جزاء وفاقا، جزاء لما عصى أبا القاسم وخالفه وتكبر عليه بأن أمره أن يأكل باليمين فقال له لا أستطيع، وهو ما قالها إلا ماذا؟ ما قال إلا تكبرا. وكذلك الذي يأكل بالشمال يكون أعصر، مخلوق هكذا أعصر، فيستدل عليك ويحتج عليك أنه خلق أعصر، يقول أنا أكتب بشمالي ولا أستطيع، فنقول له هذا ليس عذر، الشيء الذي لا يمكن أن تحيد عنه فمك. تصور حتى لو لم تكن لك عين، لو كنت أعمى وقلنا لك خذ هذا الشيء إلى فمك لن تحيد عن فمك. تصور الآن أغمض عينيك وخذ لقمة وحاول أن تخالف مكان موضعها ومكانها، لن تستطيع، لا يمكن أن تأخذ لقمة فتضع في عينيك، مستحيل، أو أن تأخذ لقمة فتضع في أنفك أو في من عند الله عز وجل، شيء مبرمج،
أنت مبرمج حتى في النوم، انظر إلى نوم. عندما تنام إذا نمت على شيء مرتفع، شيء عالي، وبرمجت نفسك، عقليتك برمجت على أنك الآن أنت سوف تنام فوق سرير يرتفع عن الأرض متر، يرتفع عن الأرض مترين، تبقى تتقلب في مكانك لا تحيد، تتقلب عن يسارك وعن أمامك وأنت عندك فقط متر أو 70 سنتي، وتتقلب في مكانك لا تحيد إلا تسقط على الأرض. لكن لو برمجت نفسك أنك تنام في الأرض، تنام هنا فتجد نفسك في الصباح هنا، لأنك برمجت نفسك عندما أردت أن تنام، برمجت نفسك على زاوية وعلى مكان معين وعلى أمطار معينة. فهذا كذلك الله عز وجل برمج الإنسان على شيء معين لا يحيد عنه. فليس عذر أنك تكتب بالشمال فهذا عذرك أنك تأكل بالشمال، هذا ليس عذر. الأكل بالشمال لا يجوز، حاول أن تأكل بيدك فإنك والله لن تحيد عن فمك، سوف تأتي بها إلى فمك ولو كنت أعصر ولو كنت شمال من أصحاب الشمال، لكن سوف تأتي باللقمة إلى فمك. فهذا ليس عذر. كذلك من الناس من يحتج عليك ويعتذر لك بأنه يده اليسرى نظيفة واليد اليسرى متسخة بالمرق وما شابه ذلك، فيقول لك لأنني آكل باليمين، لكن الشرب خصوصا إذا كان إنسان يأكل وعنده مشروبات غازية أو عصير أو شيء من هذا القبيل، فيأكل بيمينه ويأخذ الشراب الماء يأخذه بيساره، تقول يا فلان كل بيمينك، يقول لي اتسخ الكأس، يا أخي أنت ما شأنك، ما دخلك في الأكس، أنت ترسل أنت الأواني في المطبخ، أنت لا علاقة لك بالكأس، يتسخ. حافظ على سنة نبيك من الوسخ، وهذه الأواني تتسخ بل تنكسر، فلتكسر هذه الأواني، لكن إياك أن تكسر سنة، أن تكسر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن توسخ وتعفن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المطلوب منك أن تحافظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن تكون نقية بيضاء كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم، لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فإياك أن تكون من هؤلاء الهلكة، هؤلاء الهالكين. توسخ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تتسخ تتعفن، ولكن الأواني وهذه الأشياء لا تتعفن. من الناس من يتصنع بعض الأشياء ويتكلم بعض الأشياء، يأخذ الكأس بيمين بيساره ويضع أصبعه على الكأس كأنه يشرب باليمين، يعني مسألة الماس، أنه فقط ماس، هذا دوز الماس باليمين صار خلاص هذا الأمر، بس ليست ماس ولا سيرك ولا شيء، لا يأخذ الكأس، يضع الكأس هكذا فيرفع لفيه ويأخذ أصبع أو أصبعين ويضعه، ما تفعل؟ أشرب باليمين. هذا ليش أشرب باليمين؟ أنت تشرب باليسار، وفعلك هذا ما فعل شيء، لماذا تأخذ هذا الكأس بيمينك؟ إن به كذا وبه وسخ. فهذه أشياء ما أنزل الله بهم من شيطان، والله عز وجل حكى بأن هذا من تزيين الشيطان، وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل. بعض الأوقات يقول بعض الناس أو يوسوس الشيطان أي أمور تافهة، الناس صعدوا إلى القمر وصنعوا وفعلوا ونحن نتكلم في هذه الأشياء، تخلف وعلى. فنقول أنت لا صعدت إلى السمر ولا إلى القمر ولا اخترعت وما تعلمت الأدب الإسلامي، أنت لا تصنع لا هذا ولا هذا، يعتذر لك أنتم تتكلمون في الأشياء التافهة وأشياء الحقيرة والأشياء البديهية والأشياء، والناس صعدوا إلى القمر واخترعوا وفعل، سبحان الله، ماذا فعلت أنت؟ هل صعدت إلى القمر؟ لا. هل اخترعت؟ لا. هل قرأت؟ لا. هل تعلمت؟ لا. أنت ما فعلت لا هذا ولا هذا. على الأقل نحن عندنا عذر، مشغولون بتعلم التعاليم الإسلامية، لا عذر، ما عذرك أنت؟ أنت ليس لك عذر. فهذه أشياء يزين الشيطان للإنسان حتى يصد عنه، لأنه يعني أقسم لا يغوينهم أجمعين بأي وسيلة بأي كيفية بأي طريقة. في بعض الأحيان يأتيك عن طريق العلم، ليس من طريق، ليس دائما الشيطان يأتيك عن طريق الجهل، في بعض الأحيان يأتيك من طريق العلم فيريك من نفسك أنك أعلم أهل الأرض فيضلك، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، أضله الله على علم. بعض الناس علمهم يكون سبب في هلاكهم، فليس دائما الشيطان يأتيك من جهة الجهل، وإنما قد يأتيك في بعض الأحيان من باب ماذا؟ من باب العلم. فنتفطن إلى هذه الأمور، ولو كانت يعني تراها أنت في عينك صغيرة وحقيرة وكذا، لكنه كما قال الله عز وجل وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، وهو عند الله عظيم. إذن هذه الأمور يجب أن نربي أنفسنا أولا، لأن فاقد شيء لا يعطيه، أن نربي أنفسنا ثم أن نربي أبناءنا ليكونوا خلفا لنا، ليكونوا خلفا. وأنا أعيب على بعض الناس مسألة، وهو
مسألة الأبناء، أبناؤكم، أبناؤنا أين هم؟ أنت عندك ابن عنده 10 سنوات، والآخر عنده ابن عنده 12 سنة، والآخر 14 سنة. لماذا لا تأتيني إلى مثل هذه الجلسات؟ لماذا تأتيني إلى بيت الله تربطه بالصلاة؟ تصور هذا الابن في هذا البلد لو أصبح الآن عنده 20 سنة وتقول له الصلاة، يقول لك حتى أقتنع. ما زال ما اقتنعش، من يقتنع أن يصلي؟ بنيتي حجاب ما اقتنعت، فإن تكلمت معه كلمة وكلمتين يخرج من البيت. ما سبب ذلك؟ تفريطك من أول يوم، كالغصن، غصن الذي تغرس في 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 الأرض، عندما يسعى ينبت يكون مائل، فتتركه هكذا مائل فيشد صلبه ويقوى ويصلب. إذا أردت أن تقومه لن تستطيع، ينبغي عليك أن تقومه في المراحل الأولى، في المراحل الأولى حتى تتصرف فيه كما تشاء. فهذا هذه مسألة يجب أن يتخطاها الإنسان مسلم، خصوصا في هذه البلد. ولدك لا يعرف العربية ويعرف الوضوء ولا يعرف الصلاة ولا يعرف قراءة القرآن، وليس له تعلق ببيت الله عز وجل، وليس له تعلق بالتعاليم الإسلامية. فعندما تحدثه في بعض الأحيان عن أمور يستغرب ويقول سبحان أبي يخرب، أبي يعيش في الزمن الأول. فتكون أنت الجاهل، كما قال إخوة يوسف لأبيه إن أبانا لفي ضلال، فاتهم أباهم بأنه في ضلال مبين. وكذلك يفعل أبناؤك بك، يتهمونك بأنك الآن في ضلال مبين، أنت تحدثهم بأمور أكل عنها الدهر، أكل عنها الدهر وشرب. فيجب أن نراعي هذه المسائل. الأبناء يجب أن لأنهم أمانة وسوف تسألون يوم القيامة. وكم من ولد كان سببا لأبيه في دخول الجنة، وكم من أب من ولد كان سبب لدخول أبيه إلى النار والعياذ بالله. تطعمه تسقيه، تجوع فتجوع لتطعمه، وتعطش لتسقيه، وتعرى لتكسيه، وتسهر لينامه وتعلمه، وفي الآخر يشنق عليك يوم القيامة، يأخذ بتلابيب ثيابك ويدخلك معه النار. يقول يا رب علمني كل شيء إلا الصلاة، علمني كل شيء. فالله الله في الأبناء، يتقي الإنسان الله عز وجل في أبنائه، يربطهم ويصلهم ببيت الله عز وجل بمثل هذه المجالس، حتى يكبر الإنسان وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان قد عوده أبوه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان قد عوده أبوه. الشيء الذي عودت ولدك هو الذي يكون. متى يستقيم الظل يوما والعود أعوجه؟ وإذا كان الأب للدف ضاربة فلا تلومن الصبيان إذا رقصوا، أو لا تلومن الصبيان حالة الرقص. نضيف حتى خطر الوقت، لكن حتى ننتهي من الاسماء فنشرح غدا إن شاء الله في الفاتحة المباشرة. ماذا يمكن أن نضيف الآن؟ نعم؟ ركوب الدابة ذكرنا بأمس، بسم الله مجرى مرساها، ليس كان يقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. عند الحرب نعم، تسمي الله عز وجل كذلك عند الحرب طلب الاستعانة، طلب، لأن الحرب الآن ما عندنا حرب ولا لا، لكن يشرع نعم في الحرب وفي كل أمر ذي شأن وذي بال، عموما كل أمر ذي بال وذي شأن ذكر فيه. نعم. ماذا عن الدخول إلى السوق؟ حتى الدخول إلى السوق نعم تقول بسم الله، لأن أشهر البقاع على الأرض أو على وجه الأرض هي أسواق، وخير البقاع هي المساجد. بيوت الله أفضل البقاع على وجه الأرض، والمساجد هي أشهر البقاع على الأرض. وقد جاء حديث في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند دخول السوق بسم الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو حي لا يموت بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال بالدعاء كتبت له ألف ألف حسنة، أي مليون حسنة، كتبت له ألف ألف حسنة، أي مليون حسنة في دخولك إلى 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 السوق. فجاء في السوق هذا الدعاء كذلك. نعم. أخ حب يعرف وقت الخطبة. نحن الآن لسنا في خطبة حتى ننتهي ونرجع، حتى لا نخرج عن الموضوع، لكن مع ذلك حتى لا ينزعج ويغضب، الخطبة هنا بالعربية في 11 و 12 والنصف، هناك في نور، هنا الواحدة 11 ونصف والوحدة والواحدة والنصف. هل هناك وقت محدد للعقيقة؟ نعم، هناك وقت محدد للعقيقة، وأقله 7 أيام وأعلاه 21 يوما، أقله 7 أيام. لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعق عن أبنائه يوم السابع ويحلق رأسهم ويميط عنهم الأذى، يميط عنهم الأذى. وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعق يوم السابع، وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان لهم عذر يعقون يوم 14 ويوم 21. يعني عندك اختيار، إما يوم السابع وإما يوم 14 وإما يوم 21. أما أقل من 7 فلا يجوز، أقل من 7 أيام
يعني يوم الستة أو يوم الخمس، فهذه غير معتبرة وليست عقيقة يرحمك الله، ليست عقيقة شرعية ولم تحقق ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من فك ذاك الرهن الذي مربوط بالغلام. ومن أراد أن يستزيد فليرجع إلى كتاب القيم في ذكر المولود، تحفة المولود بأحكام المولود، تحفة المولود بأحكام المولود، ذكر مسألة السبعة، لماذا بالضبط المولود يعق عنه يوم السابع؟ قال لأنه اكتماله، لأنه يعني يوم اكتماله، وأما قبل السبع فإنه لم يكتمل بعد، لأن الله عز وجل أكمل خلق السماوات والأرض في سبعة أيام، والله عز وجل ذكر السبع في القرآن الكريم في غير ما آية، سبع بقرات، سبع سنابل، سبع عجاب، سبع سنين، سبع ليال، سبعة أيام حسومة. فذكر ابن القيم أن هذه السبع هي كمال التمام، فابتداء العدد عند المولود يبتدئ من انتهاء الأسبوع، ثم يشرع بعد ذلك في تعداد الأيام، أسبوع، شهر، سنة، سنتين. أما قبل الأسبوع فلا يكون للمولود عدد، وكذلك قبل السبع يكون المولود في على خطر، على شفا جوف، قد يعيش وقد لا وقد يعيش. أما السبع فتعطيك إيحاء، تعطيك معنى بأن هذا المولود إن شاء الله سيطول عمره، فلهذا تعق عنه يوم السابع. وكما قلت، من أراد أن يستفيد المعنى فليرجع إلى الكتاب تحفة المولود بأحكام المولود لابن القيم رحمه الله. خلاص. قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم. قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم كما هو المعلوم أن للعلماء في ذلك أقوال كثيرة. من بين أقوال أهل العلم أن الإنسان إذا قرأ الإمام الفاتحة يقرأها معه، يقول الحمد لله رب العالمين، يقول هو الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، يقول هو الرحمن الرحيم. منهم من قال أن المأموم لا يقرأ مع الإمام، لأن قراءة الإمام لك قراءة، وإذا قرأ الإمام فأنصتوا، إذا قرأ القرآن فأنصتوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا حمد الله فأحمد الله، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله، فقولوا ربنا ولك الحمد. إذن الإمام يجب أن تقتدي به، والقارئ والمستمع في الأجر سواء. وقد أنزل الله عز وجل موسى وأخاه هارون لما كان يدعو الله، موسى كان يدعو الله عز وجل وأخوه هارون كان يقول اللهم آمين، فلما أجاب الله عز وجل قال قد أجيبت دعوتكم، ومع أن الذي كان يدعو فقط هو موسى وأما أخوه فكان يقول آمين. فكذلك استدل العلماء بأن قول الله عز وجل قد أجيبت دعوتكما، فكذلك الإمام والمأموم يقول قد أجيبت دعوتكما، لأن الإمام يدعو والمأموم يقول آمين، فينزل مكان القارئ. من المذاهب من قال عندما ينتهي الإمام من قراءة الفاتحة يسكت سكتة مدة من الزمن، فيدع الناس يقرؤون الفاتحة فيسرعون في قراءة، لكن كل هذا فيه تكلفة وفيه عدم انتباه في الصلاة، لأن تصور الآن الإمام يقرأ الفاتحة فيسكت الإمام، ماذا تفعل أنت؟ تسكت. والصلاة من بعض المذاهب من قال من فرائض الصلاة تعمير الأركان، من فرائض الصلاة تعمير الأركان، أي أن لا يبقى في الصلاة ركن غير مشغول بالذكر، في فراغ سكوت، لا يبقى ركن في الصلاة، تقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين، تقول الله أكبر سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا، الله أكبر سبحان ربي، فلا تدع ركنا في صلاتك فارغا غير مشغول بذكر الله عز وجل. لكن عندما تقرأ الفاتحة فتسكت، أنت الآن تركت فراغا في صلاتك لا تذكر فيه اسم الله عز وجل، تركت فراغا. ثم فيه تكلفة، حتى الذي يقرأ مع الإمام، الإمام يقرأ وهو يقرأ معه، هل يستمع للإمام أم يقرأ مع الإمام؟ هل يتدبر؟ يكون في سرعة مع الإمام، خصوصا إذا كان الإمام يقرأ بسرعة وهو يقرأ معه وراءه بسرعة، من يستفاد؟ أنت أم فحتى يخرج الإنسان من هذا الإشكال، هناك مذهب وسط، مذهب وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء، بين من يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفتح الكتاب، وبين صلاة من يقول أن الإمام لك قراءة. عندما يقرأ الإمام في الركعة الأولى والثانية الجهرية أنت تستمع وتنصت، في الركعتين الأخيرتين اقرأ الفاتحة، فتكون قد جمعت بين المذهبين، بين من لم يقرأ بفاتحة الكتاب أنت الآن قرأت، وبين من قال إذا قرأ الإمام فانصت، فتكون جمعت بين من قال الإنصات، وجمعت بين من قال أن تقرأ مع الإمام. والمسألة في ذلك سعة، هي اختلاف في المذاهب واختلاف في رحمة في بعض الأحيان، ليس دائما اختلاف رحمة كما يقول الناس، اختلاف رحمة ليس دائما اختلاف رحمة، بعض الأحيان يكون اختلاف شر، يكون بعض الأحيان اختلاف شر.
سفي؟ نعم؟ هناك مواقف لا يجوز فيها ذكر البسملة وذكر السلام كذلك عدى أوصاف إلى 21 موضعا. بعض العلماء ذكر 21 موضعا لا تذكر فيه البسملة ولا التسمية. لا بسم الله الرحمن الرحيم ولا حتى السلام. فيقول عند الجماع عندما يكون الإنسان جامع مدام أنه بدأ به عند الوظيفة الجماع سلم عليك أحد لا تجيب عليه لا ترد عليه السلام عرض عليه إذا كنت يجيب سلام يقول عرض عليه شكون يشعر لك سلام شي سلام ولا كذا عند الجماع إذا سلم عليك السكران إذا سلمت عليك المرأة الجميلة إذا كنت تؤذن إذا كنت تقرأ القرآن هناك من قال لا ترد السلام لأنك منشغل بذكر أعلى وأكبر من التسمية بما أن هناك مواضع ومواطن العلماء لم يجوزوا فيها التسمية لكن هذا يبقى اجتهاد ليس عليه أدلة شرعية ليس هناك أدلة شرعية ونحن دائما نربي بعضنا البعض على مسألة الوقوف عند النصوص إن لم يكن لك في مسألة دليل فلا تعمل به ولا قف حيث وقف القوم وخذ من حيث أخذ القوم كما كان يقول أصحاب المذاهب الأربعة قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقولية حتى تعرض على الحديث والكتاب المرتضى والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار لقولي المخالف الأخبار وأحمد قال لهم لا تكتبوا قولي بل أصل ذلك اطلبوا ومالك الإمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه بقبول ومنه مردود سوى الرسول فاعمل بما قالت الهداة الأربعة وخذ بها بأن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Thank you.